الحاجه اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها وهي السيتوكاين ريسبتور. زي ما اتفقنا في الاول ان السيتوكاين بتقوم بالاكشن بتاعها من خلال ان هو بيعمل بايندنج بسبيسيفيك ريسبتور موجوده على التارجت سيلز اللي المفروض يتم فيها الاكشن. عشان كده السيتوكاين ريسبتور وظيفتها ان التارجت سيل بتحس بوجود السيتوكاين من خلال السبيسيفيك ريسبتور موجود على السيرفس بتاعتها. معظم الريسبتور بتبقى موجوده على الممبرين وهي مكونه من الجلايكوبروتين، وغالبا بتبقى مقسمه لجزئين، جزء موجود خارج الخليه اللي بنسميه ليجند بايندينج بارت، والجزء الثاني بيبقى موجود داخل الخليه وظيفته سيجنال ترانسدكشن. زي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي ان الليجند الموجود في الخارجي هو اللي بيتحد مع السيتوكاين، بينما الجزء الداخلي وظيفته ان هو بيعمل سيجنال ترانسدكشن، معناه ان هو بينقل الاشارة من السيل ممبرين وبيوصله للنيوكلس عشان يعمل اندكشن للاكشن. وده مثال للريسبتور موجودة على الماكروفاجز اللي هي الانترلوكين 1 بيتا ريسبتور. زي ما احنا شايفين بنلاقي ان السيتوكاين بيتحد مع السبيسيفيك ريسبتور الجزء الخارجي من الريسبتور اللي احنا بنسميه ليجند بار، وظيفته هو الاتحاد، وبعد كده بتتنقل الاشاره او السيجنال ترانسدكشن داخل السيلز. ونتيجه لان السيتوكاين عباره عن فاميليز كتيره تركيبها بيختلف، عشان كده برضو احنا عندنا فاميليز من الريسبتور او الفاميلي بنسميها الاي جي سوبر فاميلي، الفاميلي الثانيه بنسميها كلاس 1 هيماتوبويتين، نوع ثالث بنسميه كلاس 2 انترفيرون، بعد كده التيومر نيكروزيس فاكتورز ريسبتور، واخر واحد الكيموكاين ريسبتور. خمسه فاميليز من السيتوكاين ريسبتور، وزي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي أشكالها وتركيبها مختلف عن بعضها. زي ما احنا شايفين كل نوع بنلاقي تحتيه مجموعة معينة من السيتوكاين اللي بتأثر عليه أو بتتحد معاه على التارجت سيلز. بعد كده هنتكلم على السيتوكاين اكتيفيتيز ريجوليشن، بمعنى ان ازاي الجسم بيقدر يتحكم في السيتوكاين أو بيعمل ريجوليشن للأكشن. هل يقدر يتحكم في الأكشن ويقلله؟ او يتحكم في الاكشن ويزوده. فهنا بيحصل ريجوليشن من خلال مجموعه من الاكشن. اول حاجه باي التريشن اوف ريسبتور اكسبريشن في التارجت سيل، الحاجه الثانيه باي سبيسيفيك بايندينج بروتين، والحاجه الثالثه باي الانتاجونيزم اللي هي السيتوكاين ذات اكزيرت الاوبوزيت اكشن. هنتكلم على كل نقطه منهم ونعرف ازاي الجسم بيتحكم في الاكشن اوف سيتوكاين. اول حاجه وهو الالتريشن اوف ريسبتور اكسبريشن، زي ما احنا قلنا في الاول ان التارجت سيلز لها هاي كنترول على عمليه الاكسبريشن للريسبتور، يعني الخليه بتقدر تحدد كميه الريسبتور الموجوده على الممبرين بتاعها، وبالتالي الخليه تقدر تقلل عدد الريسبتور لو مش عايزه الاكشن يتم، او تزود عدد الريسبتور لو الاكشن محتاجين ان هو يزيد. فزي ما احنا شايفين في الرسمه الموجوده قدامنا بنلاقي الماكروفاج اللي هي السيتوكاين بروديوسنج سيل بتفرز الانترلوكين 1 اللي بيروح ياثر على التارجت سيل من خلال الانترلوكين 1 ريسبتور، الار حرف الار ده اللي هو الريسبتور، فهنا الانترلوكين بيروح للتارجت سيلز ويتحد مع ريسبتور ويعمل الاكشن، وعلى حسب النمبر اوف ريسبتور بيبتدي يحصل الاكشن. لو الريسبتور زادت وبالتالي البايندنج بيزيد، وطبعا البيولوجيكال افكت بيتم بصوره كبيره جدا. كمان الاكشن اوف سيتوكاين على الريسبتور بنقدر نتحكم فيه من خلال ما يسمى الريسبتور انتاجونست. في المثال الموجود قدامنا ده بنلاقي ان في انتاجونز بنسميه الانترلوكين 1 ريسبتور انتاجونز اللي هو الار اي، ده عباره عن بروتين بيتفرز بيبقى له نفس الشكل بتاع السيتوكاين. زي ما احنا شايفين بنلاقي ادي الانترلوكين 1 بيتا بيبقى مربع، وادي الانتاجونز بتاعه نفس الشكل تقريبا. عشان كده الانتاجونز ده بيقدر يتحد مع الريسبتور وبيمنع الانترلوكين 1 ان هو يتحد مع الريسبتور، عشان كده بيعمل انتاجونيزم للاكشن، بمعنى ان هو بيوقف الاكشن للانترلوكين 1. وبالتالي احدى الطرق اللي بيستخدمها الجسم عشان يعمل كنترول للسيتوكاين اكشن ان هو بيفرز سيتوكاين ريسبتور انتاجونست. النوع الثاني من الميكانيزم اللي بيقدر يتحكم او يعمل ريجوليشن للسيتوكاين اكشن وهو السبيسيفيك بايندينج بروتين. السبيسيفيك بايندينج بروتين عباره عن بروتين بيبقى موجود في البادي فلويد وبيبقى شبيه بالريسبتور الموجود على التارجت سيلز، عشان كده بيتحد مع السيتوكاين. في المثال الموجود قدامنا ده السيتوكاين اللي بيطلع اللي هو التيومر نيكروزيس فاكتور بيطلع من الماكروفاج وبيروح للتارجت سيلز وبيتحد مع الريسبتور اللي هي التيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتور، ولكن السبيسيفيك بايندينج بروتين اللي هو بياخد شكل
الريسبتور بيتحد مع التيومر نكروزيس فاكتور وبيمنع ان هو يتحد مع ريسبتور موجوده على التارجت سيلز. وعشان كده السبيسيفيك بايننج بروتين ده بنسميه سوليبل ريسبتور، معناه ان هي ريسبتور ما تبقاش موجوده على السيلز دي، موجوده في البادي فلويد. وبالتالي لو السيتوكاين اتحد معاها فبالتالي ما بيقدرش يعمل الاكشن بتاعه على التارجت سيلز. فدي طريقه من الطرق اللي بيتحكم فيها الجسم في الاكشن اوف سيتوكاين، وهو البرودكشن للسبيسيفيك بايننج بروتين الموجود في البادي فلويد، اللي هو طبعا بيقلل البايننج. وانواع كتيره من السيتوكاين بيبقى لها سولوبل ريسبتور زي الانترلوكين 1 وديفرنت سيتوكاين الموجوده قدامنا. الطريقه الثالثه او الميكانيزم الثالثه اللي بيتم التحكم او ريجوليشن للسيتوكاين اكشن وهي الاوبوزنج افكت، ودي تعتبر الموست امبورتنت واي اللي من خلالها بقدر اعمل ريجوليشن للسيتوكاين اكشن، من خلال ان انا بطلع سيتوكاين بيقدر يوقف عمل السيتوكاين المطلوب ان احنا نوقف الاكشن بتاعه. وزي ما ذكرنا قبل كده في مثال الانتاجونيزم بنلاقي ان الانترفيرون جاما بيعمل انتاجونيزم للانترلوكين 4، وعشان كده بيمنع الاكشن بتاعه ان هو بيعمل برودكشن لسبيسيفيك تايب من الاميونو جلوبولين. فالابوزنج افكت يعتبر من الامبورتنت واي اللي بيقدر يتحكم فيها الجسم عشان يوقف عمل السيتوكاين. وعملية الريجوليشن بتبقى مهمة جدا للسيتوكاين، لان السيتوكاين لو زادت وتفرزت بكمية كبيرة جدا داخل الجسم بتعمل سيتوكاين ستورم، بمعنى ان السيتوكاين بتتفرز بشكل كبير جدا نتيجة للاكيوت انفلاميشن او الاكيوت انفكشن داخل الجسم. السيتوكاين ستورم دي كفيلة ان هي بتعمل ديث للبيشنت، لان في الحالة دي بيحصل اكتيفيشن للاميون سيلز بتعمل درجة عالية جدا من الانفلاميشن، طبعا ما الجسم ما بيقدرش يستحملها وعشان كده بتعمل ديث. السيتوكاين جينريتنج سيل زي ما قلنا بيحصل برودكشن للسيتوكاين من الاميون سيلز الموجوده في الجسم. الاميون سيلز بنقسمها لاميون سيلز موجوده او بتشتغل في الانيت اميونيتي زي الماكروفاجز والاندوثيليال سيلز والفايبروبلاست، السيلز الثانيه الموجوده في الادابتيف اميون ريسبونس زي التي ليمفوسايت والماكروفاجز والناتشرال كيلر سيلز. زي ما احنا شايفين في الفيديو بنلاقي ان كل الخلايا بتطلع السيتوكاين وبتتواصل مع بعضها بشكل مستمر عشان تقدر تتحكم في جهاز المناعة او تدي الاميون ريسبونس عشان توقف اي انفلاميشن او انفكشن داخل الجسم. ودي بعض الامثلة للسيتوكاين اللي بتتفرز بالسيتوكاين بريديوسينج سيلز. اول حاجة الماكروفاجز بتبتدي تفرز مجموعة من السيتوكاين زي الانترلوكين 1 و6 و12 و18 والتيومر نكروزيس فاكتور الفا، كل واحد منهم بيبقى له سبيشال افكت على التارجت سيلز. الخليه الثانيه وهي التي هيلبر 1 سيلز بتفرز الانترلوكين 2 والانترفيرون جاما، وزي ما قلنا كل واحد منهم برضو كمان له اكشن مختلف. الخليه اللي بعد كده وهي التي هيلبر 2 سيلز بتفرز الانترلوكين 4 الانترلوكين 5 الانترلوكين 9 الانترلوكين 10 وانترلوكين 13، وبرضو كل واحد منهم بيبقى له فانكشن مختلفه او بيولوجيكال افكتف على الاميون سيستم. وافضل طريقه ان احنا نتعرف على الاكشن اوف سيتوكاين ان احنا بنجمع الريليتد اكشن او السيتوكاين اللي بتعمل نفس الاكشن في مجموعات زي ما هو موجود قدامنا. بنجمع كل سيتوكاين اللي بتعمل برو انفلاماتوري افكت وبنسميها برو انفلاماتوري سيتوكاين زي الانتر لوكين 1 التيومر نكروزيس فاكتور الفا والانتر لوكين 6. المجموعة الثانية وهي الانتي انفلاماتوري سيتوكاين وبتشمل الانترلوكين 10 انترلوكين 4 ترانسفورمينج جروث فاكتور انترلوكين 1 ريسبتور انتاجونيست وانترلوكين 13، دي كلها عبارة عن انتي انفلاماتوري سيتوكاين يعني بتوقف الانفلاميشن. المجموعة اللي بعد كده وهي الانهبيشن اوف فيروس ريبليكيشن، ودي عبارة عن الانترفيرون الفا وبيتا. بعد كده الماكروفاج اكتيفيتنج سيتوكاين وهي عبارة عن الانترفيرون جاما. بعد كده البي سيل اكتيفيتنج سيتوكاين اللي هي الانترلوكين 4 و5 و6 وانترلوكين 21. التي سيل اكتيفيتنج سيتوكاين بتشمل الانترلوكين 2 و4 و12 وانترفيرون جاما. بعد كده الايزينوفيل والماست سيل اكتيفيتنج سيتوكاين بتشمل الانترلوكين 3 و4 و5 و13. كمان بنجمع السيتوكاين اللي بيبقى لها دور مهم جدا في عملية
الهيماتوبويسيس أو تخليق خلايا البلد من البون مارو، وبتشمل 6 أنواع. أول نوع بنسميه الستيم سيل فاكتور، النوع الثاني جرانولوسايت ماكروفاجيس كولين ستيميليتنج فاكتور، انترلوكين 3، انترلوكين 5، انترلوكين 7 وانترلوكين 11، كلهم بيلعبوا دور مهم جدا في عملية الهيماتوبويسيس. والجدول ده هيبين كل نوع من السيتوكاين ديت بيتفرز منين والاكشن اللي بيقوم بيه. اول نوع وهو الجرانولوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، ده بيطلع من انواع مختلفه من الاندوثيليال سيلز والفايبروبلاست والماكروفاجز، ووظيفته البرودكشن للنيوتروفين، عشان كده احنا سميناه جرانولوسايت. جرانولوسايت اللي بيبقى فيها الجرانيولز، وهي طبعا النيوتروفيل هي المين سيلز من الجرانولوسايت، عشان كده هو له دور مهم جدا في عمليه النيوتروفيل برودكشن. النوع اللي بعد كده هو الماكروفاج او المونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور، بيطلع كمان من نفس الخلايا، والدور بتاعه او الاكشن بتاعه بيبقى على الماكروفاج والاوستيوكلاست سيل برودكشن، عشان كده برضو احنا ميزناه بحرف الام اللي هو الماكروفاج او المونوسايت كولين ستيميليتنج فاكتور. بعد كده الستيم سيل فاكتور بيطلع من البون مارو سترومال سيلز، وظيفته طبعا الاكتيفيشن للستيم سيل والبروجينيتور سيلز، بيعمل لها سيرفايفل وديفيجن عشان تقدر تطلع انواع مختلفه من الخلايا. بعد كده في تجميع ما بين الجرانولوسايت والماكروفاج كولين ستيميليتنج فاكتور بنسميه الجي ام كولين ستيميليتنج فاكتور، بيطلع من بي سيل والماكروفاجز، وهو بيعمل اكتيفيشن للجرانولوسايت اللي هي النيوتروفيل وكمان الماكروفاجز برودكشن. النوع اللي بعد كده هو الانترلوكين 3، بيطلع من تي سيل والماكروفاجز، وظيفته ان هو بيأثر على الستيم سيل وكمان الميلود برو جينوتور سيل، بيعمل لها جروس واكتيفيشن وبيعمل برودكشن. من اهم الحاجات اللي بيعملها برودكشن وهي الاريثروسايت اللي بتبقى خارجه من الميلود برو جينوتور سيلز. الانترلوكين 5 بيطلع من التي سيلز وبيبقى مركز على الزينوفيل برودكشن. الانترلوكين 7 برضو بيطلع من التي سيل، له دور مهم جدا في الليمفويد بروجينيتور سيلز وخاصه التي سيل سيرفايفل. اخر واحد وهو الانترلوكين 11 بيطلع من الاكتيفيتي تي سيلز وبيعمل اكتيفيشن للبروجينيتور سيلز وكمان البليتليت برودكشن. اخر حاجه هنتكلم عليها وهي السيتوكاين اناليسيس. السيتوكاين اناليسيس معناه ازاي احنا بنقدر نقيم السيتوكاين داخل الجسم. اول طريقه وهي عباره عن ديتكشن للسيتوكاين جين ترانسكريبشن في التيشو، بمعنى انت لو قدرت تحصل على التيشوز من الجسم بالتالي بتقدر تقيس عمليه الجين ترانسكريبشن من خلال ان احنا بنعمل كوانتيتيف ريال تايم ريفرس ترانسكريبتيز Polymerase Chain Reaction اللي هي بنسميها RT-PCR، من خلال ان احنا بنقيس المسنجر RNA داخل السيلز. الطريقة التانية وهي ان احنا بنقيس السيتوكاين بروتين في التيشو او في البادي فلويد اللي بنحصل عليها زي السيرم والبلازما من خلال الإلايزا تيست. والشكل الموجود قدامنا ده بيبين طرق الميجرمنت او الاناليسيس للسيتوكاين. اول نوع زي ما قلنا احنا بنعمل كوانتيتيف بي سي ار من خلال ان احنا بنقيس المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي بيبقى موجود في السيتوكاين بريديوسنج سيلز، بيتم انتاجه من خلال ان الستيمولس او الاكتيفيشن بيعمل اكتيفيشن للسيلز اللي هي بتفرز السيتوكاين، بعد كده بيحصل اكتيفيشن لعمليه الترانسكريبشن داخل النيوكلاس، بعد كده بيتم انتاج المسنجر ار ان اي اللي بيخرج للسيتوبلازم ويعمل انتاج للسيتوكاين. فبالتالي انا لو قست كميه المسنجر ار ان اي الموجوده في السيتوبلازم بقدر اعرف كميه السيتوكاين اللي هيتم برودكشن ليها في السيتوبلازم من خلال عمليه الترانسليشن. الحاجه الثانيه احنا كمان نقدر نقيس السيتوكاين اللي تم انتاجه من خلال عمليه الترانسليشن داخل السيلز من خلال الفلو سايتومتر، بيقدر يقيس البري سايتوكاين اللي هو السايتوكاين قبل ما يتفرز ويحصل له اكتيفيشن بعد ما بيخرج من السيلز. ده بيتم من خلال جهاز بنسميه الفلو سايتومتري. بنقدر نستخدم انتي بوديز ضد النوع المعين من السايتوكاين. الانتي بوديز دي بتخش جوه السيلز وتتحد مع السايتوكاين، بعد كده بسبوها بفلورسنت ماتيريال، ومن خلال الجهاز ده بيقيس كميه الفلورسنس، فبالتالي بيعرف كميه السيتوكاين اللي اتحدت مع الانتي بوديز، وبالتالي بيقدر يقيس كميه السيتوكاين الموجوده في الخليه قبل ما تخرج. وده طبعا بيبقى مهم جدا عشان التنبؤ ان هيحصل سيتوكاين ستورم او انكريز
للسيتوكاين اللي هتخرج في البلاد ولا لا، وطبعا ده بيبقى خطر على البيشنت زي ما قلنا قبل كده. اخر طريقه وهي ان احنا بنقيس السيتوكاين في البلازما او البادي فلويد من خلال الاليزا تيست، اللي هو من خلاله بنجيب انتيبادي بيتحد مع السيتوكاين الموجود في البلازما، لان احنا قلنا السيتوكاين ده عباره عن بروتين، عشان كده بنجيب سبيسيفيك انتيباديز للسيتوكاين وبيتحد معاه من خلال الاليزا تيست، وبالتالي بنقدر نقيسه في النهايه من خلال الاليزا ريدر. ثلاث انواع من الميثود اللي بنستخدمها فور ايفالويشن واناليسيس للسيتوكاين على حسب نوع العينه اللي بتجيلك وعلى حسب الاسسمنت اللي عايز تعملها على البيشنت. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالسيتوكاين، والسيتوكاينز موضوع من الموضوعات المهمه جدا اللي لها دور في المناعه، وعشان كده بيبقى مهم ان احنا نعمل لها ستدي ونعرف انواعها، وكمان نعرف الجروب اوف اكشن، يعني لازم نعرف مين هم الانفلاماتوري والانتي انفلاماتوري سيتوكاينز والديفرنت اكشن اللي بتقوم بيها، وعشان كده بنقدر نقيسهم مع بعض ونقيم الاكشن الخاص بيها. وده هيتم ان شاء الله في فيديوهات اخرى، ان احنا نجمع كل البرو انفلاماتوري سيتوكاين، ايه الدور اللي بتقوم بيه وايه فائده ان احنا نقيسهم داخل الجسم.